جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل إذا أملكت على فتاة يكون واجب علي أن أعطيها مصروف علما بأني لم أدخل بها؟ وجزاكم الله خيرا. لا تجب نفقة الزوجة إلا بعد أن يتسلمها زوجها، إذا تسلمها زوجها وجبت نفقتها عليه، أما مجرد العقد قبل أن يتسلمها فليس لها عليه نفقة. نعم.